في مبادرة بدنا نحكي بحرية، هي مبادرة شبابية بيقوم عليها المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ومؤسسة أمان. طبعا هاي المبادرة بتحكي عن إنه حق كل مواطن يحكي ويعبر عن وجهة نظره بكل حرية، سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سواء كان بالرسم أو بالكتابة أو بأي طريقة، هي حق، وهذا كفله القانون، المادة 19 من القانون الأساسي كفلت إنه حق كل مواطن يعبر عن وجهة نظره، ولكن بدون ما يسيء ويجرح أو يشتم أو يخون أي حدا، ولكن هو يعبر عن وجهة نظره اللي بيشوفها بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. فمن هذا المنطلق احنا بدأنا هاي المبادرة، واليوم عم نعمل في جولة في البلد في نابلس، نحكي مع الناس عن حرية الرأي والتعبير. هل في هناك حرية رأي وتعبير؟ إذا كان في، كيف بتشوفها؟ وإذا كان ما في حرية رأي وتعبير، شو السبب اللي بيكون ما في حرية الرأي وتعبير؟ وهل المواطنين بيعبروا عن وجهة نظرهم ولا ما بيعبروا؟ وشو ردود الفعل على وجهات النظر اللي بيعبروا عنها؟